الظريفة بتبقى بسيطة زي السلطة. عادة السلطة لو كلت معاها قطعة خبز أو حطيت عليها قطعة من اللحمة بتبقى قيمتها الغذائية مرتفعة. عندي هنا زيتون ممكن يكون أخضر، زيتون أحمر، أو طماطم حمراء وزيتون أسود، ومعهم لبنة. بجيب لبنة قد أحجام الزيتون وأديهم كمان الطماطم. يبقى إذا ممكن أعمل طبق من السلطة كل أحتاجه هحط عليه شوية صغيرة هنا من زيت الزيتون، والأساس هيكون اللبنة اللي أنا لونتها بالألوان المختلفة. شوية صغيرة هنا من زيت الزيتون وملح وفلفل. يبقى عملت هنا ألوان مختلفة من اللبنة. ورمضان في الصيف ممكن الجبنة والشمام حاجة من الحاجات اللي بناكلها. طب الجبنة والشمام ايه؟ ممكن اجيب شمام وانا اجيب الشهد او اللي هو لونه بيكون لونه البرتقاني، او ممكن اجيب الاخضر. البطيخ نفس الشيء، بدل الطماطم يبقى بطيخ. اجيب عنب، يبقى عندي الوان مختلفة بنفس الشكل اللي احنا عملناه في الفكرة بتاعة الزيتون. بنحط هنا سلطة من الفاكهة من العنب، وبحط معاها اللبنة، وبتبقى ألوان مختلفة شوية. دي بدل ما احط عليها زيت زيتون ممكن نعناع، أو شوية صغيرين هنا من الأعشاب العطرية، وليكن شوية من الريحان، حاجة تتماشى معاها. لو حابين تحطوا شوية صغيرين من موارد ممكن تستعملوا موارد. يبقى أنا عندي دلوقتي سلطة مع قطعة خبز ممكن أقدمها، إن هو تكون فاكهة أو تكون معمولة من اللبنة والبطيخ والشمام والشهد. أو لو حبيت وأنا متعود أكل اللبنة بتكون حادقة أو مالحة، حط هنا مع الزيتون والطماطم. كل اللي عايزينه لما نصحى للسحور قطعة صغيرة من الخبز، وهو دوت هيكون سحورنا. سهل سريع وبسيط، وإن شاء الله يكون أطيب.